مساء الخير، أطيب التحيات الرياضية من الام تي في. بدنا ننتقل بهالوقت لمقر نادي الصحافي ببيروت لنكون مع مؤتمر صحفي لرئيس نادي الحكمة، الرئيس أو الرئيس المستقيل لنادي الحكمة إليم شنطف، وهو رد على الرئيس الآخر إذا فينا نقول مارون غالب. ننتقل فإذا لعلم رئيس الصحيح ورد على كل شق السياق والتناقضات اللي انقالت بكل ثقة مزيفة. رح انطلق عند استلامي مسيرة نادي الحكمة سنة 2011 عندما قرر طلال مقدسي يستقيل من نادي الحكمة، وكنت موجود كمدير لفريق نادي الحكمة. طلبت منه استلام المهمة الصعبة يلي عم بيواجهها النادي، ومن بعدها عملت عدة لقاءات مع السيد جورج شهوين ومع السيد طلال مقدسي لخلق آلية عمل وانتخاب لجنة إدارية بالتنسيق مع كل الأشخاص. وهون اخترت الأشخاص اللي كانوا موجودين حالياً بتكوين اللجنة الإدارية يكونوا حد بمسيرة النادي، وبلشت اشتغل لأمن التمويل اللازم للنادي، واللي هو اللي بيتخطى الموسم الماضي 700,000 دولار تقريباً. والأشخاص اللي ساهموا بهذيك المرحلة بتأمين تمويل النادي كانوا طلال مقدسي، جورج شهوين، وأستاذ جوزيف عون، بمبلغ ما كان كافي لأنه الفريق يخلص بطولته، بما أنه كان في التزام مسبق بعدة عقود مع عدة لاعبين، وكان من واجباتنا أنه نقدر نأمن تمويل كافي لحتى نقدر نتمم موسمنا. وباتصال مع أستاذ وديع العبسي دون سابق أي معرفة، وبطلب منه لقاء وبيكون في تجاوب، وبيقول لي بتشرفني ساعة ما بدك، وبيصير في قاعدة أنا وياه ومنحكي بكل الأمور المرئين فيها. وكان جوابه لألي ما بنسي: كيف معقول أرفض طلب إليم شنطف لمساعدة نادي الحكمة؟ وهون انطلقت المسيرة دون قيد أو شرط، وكمان تم الاتصال كمان، يعني المبالغ اللي تأمنت من الأستاذ وديع العبسي كمان لنقدر نأمن البادجت ما كانت كافية كلها. بتم الاتصال كمان دون سابق معرفة مع الأستاذ زياد عبس، وبيقدر بيأملنا رعاية لنادي الحكمة السنة الماضية يلي ما كان حدا واقف حد النادي وعم بيدير باله على النادي، بيأملنا كمان رعاية بحدود 70,000 دولار. ونهينا الموسم مثل ما الكل بيعرفوا بدخول الفريق للمربع الذهبي، اللي هو كان أفضل إنجاز لأننا كان فينا نحققه بالإمكانيات اللي كانت موجودة الموسم الماضي. وهون بحب أذكر، والكل يمكن الشباب الصحفي الرياضي بيذكروا المشاكل والمعارك اللي مرق فيها السنة الماضية، إن كان على صعيد الاتحاد لأنه اعتبروا الحكمة بعد سنين الطويلة الإنجازات اللي عملها، كان بالنسبة لألي معتبرينه مكسر عصا نادي الحكمة واللي رايح وجاي فيش خلقه فيه. المهم مرقنا بكتير أوقات صعبة وعملنا المستحيل لنقدر نوصل على الفاينل فور، وبالنسبة لألي أنا كان وصولنا على الفاينل فور هو إحراز البطولة. عند انتهاء موسم 2011-2012 بلشنا نشتغل لتأمين ميزانية كبيرة للموسم القادم، وهون تجدد اللقاء مع الأستاذ وديع العبسي، وبلشنا نبني فكرة الحلم لنادي الحكمة. بالوقت ذاته بتم الاتصال، أنا شخصيا بتصل بالأستاذ بودي معلولي وبطلب من القوات اللبنانية، بما أنه بيعتبروا أنه جمهور نادي الحكمة أو نادي الحكمة جمهوره أكتريته يعني أكتريته قوات لبنانية، بطلب منهم أنه يكونوا موجودين حد النادي، بطلب من الأستاذ بودي معلولي، وبقول لي أستاذ بودي معلولي بالوقت الحالي ما في عنا أي استعداد ومش مطروح الموضوع أبدا، كفي باللي عم تعمله والله يوفقك. وبلقاء لاحقا آخر مع السيد وديع العبسي قدمت له مشروع نادي الحكمة الجديد، واللي كان فكرته ضم غسان سركيس وفادي الخطيب لنادي الحكمة. ليه؟ لأنه غسان وفادي رموز من النادي وكانوا موجودين بالإنجازات اللي صارت سابقا. ما قدرنا نوصل لاتفاق مع فادي وغسان، وبذات الوقت عرفت انه عقد فؤاد ابو شقرة بالنادي الرياضي انتهى. وهون بأكد، خلال كل هالفترة كنت عم بشتغل وعم بقوم بكل الجهد لوحدي.
خلال الفترة اللي عرفت انه فؤاد ابو شقرة انتهى عقده مع النادي الرياضي، وكيف ما بدي افكر بالمدرب فؤاد ابو شقرة انه ارجع جده على نادي الحكمة، وعلاقتي فيه انطلقت سنة 87 بنادي ادونيس، وكنا سوا بقبرص سنة 89، ومن بعدها انضم معي لنادي العمل بكفاية سنة 91، وانضم معي لنادي الحكمة سنة 93، وفارق نادي الحكمة سنة 96 لأسباب خاصة. سؤلت ما في ظرف أفضل من هيك إنه ضم شخص مثل فؤاد بوثق بقدراته، وقررت إنه يكون فؤاد أبو شقرة رئيس الجهاز الفني بنادي الحكمة، وقدمت له عرض مغري جدا، وأمنت له كل الجهاز الفني اللي كان عم بيطالب فيه يكون موجود معه، وجمعت فؤاد أبو شقرة مع وديع العبسي وبلشنا ننفذ الفريق الحلم لنادي الحكمة. والكل بيذكر بالوقت اللي بلشنا نبني الفريق ما كان في دولار بالنادي، وما كان حدا عنده استعداد حتى فرانك بنادي الحكمة. من بعد ما حدا وقف حد النادي وتسكرت كل أبواب التمرين، حط الأستاذ وديع العبسي كل إمكانياته المادية والمعنوية، وبنفس الوقت عينت الأستاذ زياد عبس لأنه كان عندي سابق معرفة فيه بالموسم الماضي لما كنا عايزين تمويل قدر أمن 70,000. عينت أستاذ زياد عبس رئيس لمجلس الأمناء لنادي الحكمة، واتفقنا على آلية عمل، وهون طلبت من الأستاذ وديع العبسي أنه يكون متكفل بكل مصاريف النادي لأنه ما عندنا أي مداخيل أخرى قبل ما نعمل التزامنا مع اللاعبين. وبلقاء بيني وبين فؤاد أبو شقرة ووديع العبسي بمكتبه، اتكفل قدامنا بدفع جميع المصاريف للفريق بالوقت الحالي لحد ما يتأمن رعاة آخرون. المبالغ اللي اندفعت بهيديك الفترة بدي حب أذكرها، من شهر تقريبا 9 لشهر 12 كانت بحدود المليون دولار، أكتريتها من أستاذ وديع العبسي والقسم الثاني من أستاذ زياد عبس كرئيس لمجلس الأمناء. وشكلت لجنة متابعة لتنضم للجنة الإدارية ليكون في فريق عمل أكبر يقدر يشتغل على تمويل وعلى شغل الفريق، وهي مؤلفة من رشيد أبو شقرة، جوزيف عبد المسيح وإلي نصار. وبلقاء وهون انذكر كتير أمور، هلأ أنا لما خلص بدي بس رد على أمور انذكرت مغالطات قبل. وهون بلقاء بيني وبين صديق المقرب لألي شفيق الخازن تحديدا بالسايين، كان يوم ثلاثة عم نتشمس، بقول له انه انا استلمت مهمة نادي الحكمة وبدي منك تساعدني نقدر نأمن اعضاء اشخاص لمجلس الامناء. وبعد فترة قصيرة بعرف شفيق الخازن على وديع العبسي ومنتداول بامور النادي، وبيبلش شفيق يساعدني بتأمين رعاة اخرين يكونوا موجودين بالنادي، وتوصل شفيق بفتح الباب اللي انغلق بوجهي لسنين طويلة قبل، وهو انه تكون القوات اللبنانية الراعي الاخر بنادي الحكمة. هيدا يعني عم نحكي بعد انطلاق الفريق بعدة اشهر. صار في اتصال بين السيد وديع العبسي والنائب ستريدا جعجع، وكان الطرح انه يصير في تناوب على رئاسة مجلس امناء الحكمة بين السيد عماد وكيم والسيد زياد عبس، ونرفض هالطرح من قبل القوات اللبنانية، وتقدم طرح آخر إنه بكون في رعاية للشركات، رعاية شركات للنادي من قبل القوات اللبنانية. تم قبول الطرح، ولكن تنفيذه من قبل القوات اللبنانية لتأمين الشركات الراعية واللي هي من ضمنها الراعي الأساسي هو بنك الأس جي بي إل وشركات أخرى، أخذ وقت أكثر من الفترة المتفق عليها. وقتها كان بسبب الأوضاع الأمنية اللي كانت بالبلد ولأسباب أخرى. وهون بيصير يعني هون عم بيعتبر تقريبا الوقت اللي اتاخد بحدود الأربعين أو خمسين يوم لتأمين الشركات. بالوقت هيدا انتو بتعرفوا فريق عم بيعمل معسكرات وانطلق بالبطولة، هون بلش يصير عنا مشاكل مالية بقلب النادي. وبطرح الموضوع على أستاذ وديع العبسي، وخلال أسبوع بمساعدة أستاذ زياد عبس بيتأمن عروض من شركات البي ال سي، بنك البي ال سي وشركة الألفا ب 750 ألف دولار، وبتنمضى العقود على مدة 3 سنين. من بعد ما تم العقود، من بعد ما تم توقيع العقود والتزام النادي
بالشركتين الرعاة قدموا القوات اللبنانية الشركات الراعية اللي كان من ضمن الاس جي بي ال، بس بما انه المضى مع البي ال سي ما بقى فيها تكون، كان البديل لبنان الحر. وهون بلشت الامور تتصعد بوضع شعار لبنان الحر على تياب الفريق. واعتبر السيد وديع العبسي انه دخول شعار سياسي بنادي الحكمة بيتصادم مع اللي قاله بالعشاء اللي كان بضم كل اعضاء اللجنة الادارية بالموسم القبل ورابطة الجمهور، وهي انه لازم نخلي شعاراتنا الطائفية والسياسية برات النادي، وانه نادي الحكمة اكبر من اي شعار او حزب سياسي، واللي هو شعارنا نحن. انا كرئيس لنادي الحكمة لما استلمت المهمة عقدت مؤتمر صحفي مع اللجنة الادارية بقلب مدرسة الحكمة وقلت نادي الحكمة اكبر من كل شيء اسمه سياسي او طائفية. نادي الحكمة اللي عنده سياسة بيخليها برات النادي، نحن انتمائنا كله للقلعة الخضراء. فهيدا الموضوع خلق مشكلة كبيرة، وعلى أثر أعلن أستاذ وديع العبسي انسحابه من نادي الحكمة وبقائه إلى جانب النادي. وكما أعلن بالمؤتمر الصحفي أنه هو كممول لنادي الحكمة ما رح يقدر يكفي بالجو الموجود، وطلب من الراعي الجديد استرداد جميع أمواله. جرى اتصال بيني وبين الأستاذ عماد وكيم بالنسبة لهالموضوع، وقال لي أنه عنده الاستعداد الكامل أنه يرد أموال أستاذ وديع العبسي، بس هذا الشيء للأسف ما صار. كفينا المسيرة مع القوات اللبنانية من خلال السيد عماد وكيم بقلب النادي، ومضينا بروتوكول لمدة 3 سنوات اللي هو $1,000,000 أول سنة و750 ألف على السنتين اللي بعدهم. بهالمرحلة لما بانسحاب السيد وديع العبسي من نادي الحكمة أبدو استعداد القوات اللبنانية أنه يمضوا عقد على 3 سنوات بالمبلغ الكامل اللي هو $3,000,000 بالسنة. وبأكد لكم لهاللحظة ما انمضى العقد هيدا، لأنه عطول مثل ما قالوا الشباب بالمؤتمر السابق، عطول في كلمة غلط وعطول في شغلة من هون. أنا ما بدي حمل مسؤولية حدا، بس بدي أكد أنه لهيدي اللحظة العقد اللي هو انحكى فيه كتير بالإعلام وكل الناس يمكن عرفوا أنه انمضى لمدة 3 سنوات فول بادجت ما صار. وهون بلش الضغط على أليم شنطف بقطع علاقته بوديع العبسي. وكيف معقول أقطع علاقتي بشخص آمن بمشروع الحكمة وبرسالة الحكمة؟ وبأكد أنه بآخر اللقاءات مع السيد عماد وكيم بعكس ما قال مارون غالب بالمؤتمر السابق، انطلب مني تدخيل أكثر من 300 عضو على الجمعية العمومية، ورفضت هذا الموضوع وقلت أنه ولا مرة حدا طلب مني دخل حدا على قلب الجمعية العمومية، لأنه هيدا النادي أنتو كشركات رعاة ما فيكن تدخلوا لا بلجنة إدارية ولا كشركات رعاية. وهون الكل بيعرف بيصير في تقديم دعوة للجنة الإدارية من 5 أعضاء من الجمعية العمومية، وبيتم تجميد اللجنة الإدارية ل10 أيام. وبيصير في لقاء مع السيد عماد وكيم وجورج هوين بوجود مارون غالي بأوتيل جابرييل، ومنطرح موضوع التجميد 10 أيام. وهون بقول له لعماد، بقول له العملية ما بدها هالقد، طالما نحن عنا أكثرية الجمعية العمومية ليه ما بندعي لانتخابات جديدة؟ أنا ما بدي على وقتي يصير في دعاوي على نادي الحكمة، طالما هيدي اللجنة كانت مرشحة وطالعة تزكية والنصاب منه مكتمل، صار في تزوير بعد الأسامي، ليه ما بنرجع بندعي لانتخابات جديدة ومنطلع لجنة إدارية جديدة تكفي؟ يمكن لجنة زيتها ترجع تطلع. وهون كان الجواب الرفض قاطع من السيد عماد وكيم، ما بقدر اخسر بالسياسة. عادت اجتماع مع لجنة الإدارية وطرحت عليها كل شيء عم بيصير، وقررنا ننطر لوقت لاحق لحتى نشوف شو الخطوات التالية اللي ممكن تصير. وكمان بعد ما يخلص أول تجميد بيطلع تجميد تاني لمدة 10 أيام تانيين. وأنا هون ما بقى راضي على الوضع وما بقى حابب اللي عم بيصير. كمان
بطلب اللجنة الإدارية، أكيد اللجنة الإدارية ما عندها استعداد وما بهم الموضوع، بيصير في حديث أنا ومارون غالب نائب الرئيس، وبقول له يا مارون الوضع مثل ما هو راي على تأزيم، ما بدنا تأزيم، مرقنا بكتير مشاكل، بدنا نجرب نلاقي حل لهالموضوع. وهون بيصير في بحبز الفكرة أستاذ مارون غالب، وبيصير في اتفاق إنه يصير في لقاء مع عماد وكيم بمكتبه لنطرح فكرة إنه ليه ما منستقيل ومنخلق ومنجرب نتخب لجنة إدارية جديدة. أنا بعكس ما قال كتير قبل، أنا لم أضغط ولم أطلب من أحد من اللجنة الإدارية إنه يستقيل، وأنا بتحدى حدا يقول إنه أليم شنطف طلب من أي عضو إنه يستقيل من اللجنة الإدارية. فبنقاش طويل مع عماد وكيم ومارون غالب، ومارون غالب كان محمس قد ما أنا محمس إنه نخلق أرضية، لأنه أنا حسيت بهذا الوقت إنه الأرضية جاهزة ليرجع يكونوا كل الأطراف موجودين بقلب النادي، أوكي؟ وبهذا اللقاء اللي صار طرحنا كل الأمور، وقلت له لعماد، قلت له عماد بهالوقت أنا بدي أطلب منك إنه أنا أستقيل، بما إنه أنا كنت الشخص الأساسي بمجيء وديع العبسي على نادي الحكمة وبمجيء القوات اللبنانية وبضم كل الأطراف للنادي، أنا بدي أحط استقالتي لحتى استقالتي تجمع الكل. وحسيت لمست من ميلي استاذ وديع انه عنده الاستعداد يرجع ويكون ضمن اروقة النادي. وهون كمان الجواب بكل صراحة كان انه انا ما بقدر اخسر بالسياسة، انا عبقول الحقيقة مثل ما هي، انا ما عبقول صار اي تقصير من القوات اللبنانية خلال فترة وجودهم، مع انه كان يصير تأخير بحدود الأسبوعين على دفع رواتب اللاعبين، وكان في تذمر بهالموضوع شوي صغير، وكنا عم نضل نقول بمراحل الأدمي عم نجي عم نقدم على مراحل فاينل فور، فلازم يكون البادجت مأمن قبل بوقت للعيبة. بقى هون بقول لي أستاذ عماد وكيم أنا بتمنى عليك تنطر شوي. بدي أنطر على شو؟ على تجميد أول 10 أيام وتاني 10 أيام، يعني في بمحل ما لحتى قاضي ياخد قرار بتجميد لجنة، يعني لامس في سوق شي محل. وأنا خفت الأمور تتطور، وأنا طرحت استقالتي حتى تعمل شوك وتجمع الكل يكونوا يرجع يكونوا موجودين. وهون بزيت النهار بصير في تليفون، أنا أكيد بصير في اجتماع مع اللجنة الإدارية بعكس ما عم بيقولوا، وبتأسف يقولوا شغلات كاذبة هالقد إنه إليم شنطف ما كان عم ياخد قرار، أو إذا عم ياخد قرار ما عم يستشير اللجنة. وبالعلامة بالاجتماع أنا أستاذ عماد وكيم قلت له أحلى شيء بنادي الحكمة إنه في لجنة ديمقراطية كل واحد بياخد قراره فيها. وبتصور كلكم تعرفوا بمحل من المحلات مارك بخعازي لما كنا عم نخلص موضوع جوليان الزوح بيطلع بيتهمه بأنه عميل إسرائيلي وما لازم يكون بلبنان، وهو ضمن اللجنة الإدارية، ونحن كلجنة إدارية تقبلنا هذا رأيه الخاص. بقى نحن كنا لجنة كل واحد عنده رأي الخاص، رأيه الخاص فيها. هون بيصير في تليفون أنا ومارون غالب، ومنقرر وبقرر أنا أنه استقيل، وكان أكبر محبز لفكرة استقالتي مارون غالب. منكتب بيان الاستقالة أنا وياه وبزو على الصحافة، بالليل اللي بزعوا فيها تاني نهار بيصير فاعل على الأرض بيان الاستقالة، وبيبدأ الهجوم الكاسح على أليم شنطف. بهذه المرحلة بيصير في اجتماع للجنة الإدارية المجمدة بهذاك الوقت، انضم له شفيق الخازن وعماد وكيم، وبيقرروا يقبلوا استقالته، وبلشوا التجيش بالشارع الحكماوي ضدي. وهون عرفت انه كان هدفهم الوحيد اخراج إليم شنطف من نادي الحكمة، بعد ما كنت ساهمت بمجيء كل شخص على النادي من اللجنة الإدارية ولجنة المتابعة والجهاز الفني واللاعبين والرعاة. وهون قررت ارجع عن استقالتي، لانه حلم إليم شنطف بنادي الحكمة ما بيخلص، وما حدا رح يقدر يوقفه.
بقى حبيت اسرد انا بس الموضوع يعني سريعا اللي مرقنا فيه خلال هالفتره كلها سوا وتشويه للحقيقه وحتى وقول امور منا مظبوطه. من بين الامور اللي حكيت بالمؤتمر الصحفي السابق عم بيقولوا انه من بعد ما دخل السيد وديع العبسي على نادي الحكمه وبلش تسييس اللجنه الاداريه واللجنه الاداريه ما كانت راضيه. يا جماعه وديع العبسي تعرف على اللجنه الاداريه بعد دخوله النادي بحدود الشهرين ونص. وديع العبسي ما كان بيعرف حدا بنادي الحكمه. وين غلط ولا قليم شنطف؟ بدي اعرف وين غلط ولا قليم شنطف اذا بده يجمع كل الاطراف يكونوا موجودين تحت سقف النادي. لليوم مش ممضي بروتوكول بقيمه 3 مليون، لليوم الاموال عم تتامل على طول من اشخاص باوقات مؤخره. انا اذا عم بطلب ما يكون في سياسه وما يكون في تسييس للامور ويكون النادي موجود يضم كل الاطراف بكون عم بعمل جريمه. تطرقوا لامور ثانيه حابب امرق عليها. بيقولوا انه اخترنا نمشي مع القوات اللبنانيه لانه في ضمانه اكبر مع مؤسسه تمضي على 3 سنين بينما وديع شخص واحد. وديع العبسي اول ما وصل على نادي الحكمه ما كان في شخص غيره، دفع بحدود المليون دولار بثلاث اشهر وامن رعايه شركات ب 750 الف دولار لمده 3 سنوات. من هو اللي عم بيقول انه الفرق بين المؤسسه والفرد؟ اذا الفرد عم بيامن مؤسسات وعم بيكون هو داعم اساسي بكل هالعمليه، بقى وين؟ ما عم بفهم وين الغلط. انحكى على تقديم دعاوى ضد النادي. انا بتحدى حدا منهم يقول انه إليم شنطف مقدم دعوى. انا نعم انا بعد ما قدمت استقالتي وعرفت انه اخدين النادي لمحل ما حابب يكون في النادي تراجعت عن استقالتي. وبيصير في اجتماع للجنه المجمده لتعيين لتغيير مناصب وهيدا شيء غير قانوني. وانا حذرت باوقات كثير سابقه وانا قدمت دعوتي لابطل المحضر اللي وزعوا فيه مناصب لانه لهيدي اللحظه الموجودين فيها إليم شنطف رئيس لنادي الحكمه وجان حشاش امين سر لنادي الحكمه اللي هي لجنته مجمده. بقى ما يغيروا التواريخ وما يغيروا الامور الكاذبه ويحكوا على شغلات منا موجوده. عم بيتهموني انه انا قدمت دعوه على المدرب الفريق فؤاد ابو شقره بعدم مشاركتنا بغرب اسيا. انا بعرف ما حدا معجب لانه انا اثرت هذا الموضوع على الاعلام وحكيت فيه باكثر من مره انه موضوع غرب اسيا ما حدا له حق ياخذ قرار فيه. لجنه مجمده ما لها حق تاخذ قرار ما تشارك او تشارك. القرار ببطوله غرب اسيا الانسحاب تم نهار الخميس الساعة 11:30 بالليل. كانت الطيارة الساعة نهار الجمعة الساعة 12 الظهر لازم تنطلق. بيتبلغوا اللاعبين كلهم يوم الخميس الساعة 11:30. طيب أنا اتصلت بالكوتش فؤاد أبو شقرة نهار الخميس الساعة 11:30 وللأسف ما تبلغت نهائيا. أخذوا القرار بلا ما حدا يحكي معي. بتصل بكوتش فؤاد بسأله عن موضوع غرب آسيا بيقول لي عندنا مشاكل بوراء جوليا ازوح. طب ما انتم قررتوا تعزلوا إليم شنطف بالنادي وتمشوا بالنادي، ليه ما خلصتوا وراء جوليا ازوح؟ بيقول لي لامور لاخطاء شغله مهم. باخذ المبادره بتصل باستاذ اجوب خاتشاريان امين عام اتحاد اسيا بيعطيني الضمانات انه قادرين نشارك جوليا ازوح. بيكون في اشكال مع لاعب اخر بعدم مشاركته بحل المشكله وبتصل بفؤاد ابو شقره وبقول له المشكلتين الموجودين انحلوا. بيقول لي عندي اصابات. طب كيف هالاصابات بينت يوم الخميس 11:30؟ يعني اصابات للفريق اللي رايح يشارك ببطوله قاريه على نادي لنا سنه عم نحلم فيه مكلف بحدود 3 مليون دولار. من هو الشخص اللي قدر ياخذ قرار مثل هيدا وما يشارك؟ اكيد رح افتح تحقيق وهيدا التحقيق اول ناس تحقق معهم
هو رئيس النادي المجمد إليم شنتف وأمين سرة جان حشيش قبل ما يروح على باقي أعضاء اللجنة الإدارية والجهاز الفني. وهون شو بدي خبر تخبر، يعني الهجوم الكاسح على الأرض، الخيانة العظمى، صمود اللجنة الإدارية. بس أنا مش عم بفهم اللجنة الإدارية صامدة بوجه مين وعم تتحدى مين وبدها تكسر مين، مش عم بعرف لهيدي اللحظة، ماني عارف يعني. وبدي أحكي حقايق لازم أحكيها، أكترية اللاعبين موجودين عندي بمجمع السيان بليلة مثل الحرامية الساعة 2:30 بالليل بياخدوا اللاعبين وبيطلعوا أخبار، بيشيلون من قلب من محل ما موجودين من بداية الموسم وبيطلعوا أخبار إنه عم بيصير في ضغوطات عليهم. حدا منكم بيصدق إنه إليم شنتف ليوم بيقدر يضغط على أي لاعب بنادي الحكمة؟ إليم شنتف اللي دم سنة 93 على نادي الحكمة وحلم يعمل أمجاد نادي الحكمة مع مجموعة متماسكة مع بعض ليوصلوا لأهدافهم. وشو الغلط إذا أنا بمسيرة 20 سنة بنادي الحكمة تنبأ وصلت على رئاسة النادي وبلشت أحلم عن جديد، حقق اللي حققته لما كنت لاعب؟ مين اللي بده يمنعني حقق أحلامي بنادي الحكمة؟ مين اللي بده ياخد اللعيبة من السيان؟ مين اللي بده يحط على الويبسايتات ويطلع يحكي؟ يعني أنا بتأسف أحاديث أليكو داود ببعض المقالات بيقول إنه لما كان موجود بنادي الحكمة وين كان موجود إليم شنتف؟ يعني عن جد أنا هيدا السؤال بدي أترك الرأي العام يسأل عنه. مارك بخعازي بيقول إليم شنتف لعب بنادي الحكمة كرمال يعمل مصاري. إليم شنتف ارتبط اسمه لعشرين سنة مع كل الرؤساء اللي مرقوا. بتأسف ناس أنا حبيت يكونوا ضمن حلمي بنادي الحكمة اللي ما توقف لولا لحظة، حلم الإنجازات والبطولات لهالجمهور الكبير اللي ضحى وسابر وبقي على فترة 20 سنة مواكب فريقه. وين هولي كلهم موجودين؟ فجأة صار إليم شنتف خاين وصار أنا عم بطلب منهم يستقيلوا وصار وديع العبس جاي يدمر النادي. لا، هيدا كله حكي كذب وغلط، هيدا كله عم ينقال لأنه عندهم أهداف تانية، لأنه كل حكيهم اللي عم يحكوه عم ينكتب لهم، ما هن اللي عم يحكوه. أنا هيدي اللجنة عشت معها لأكثر من سنة ونص وأنا بعرف إنه هيدا مش حكي اللجنة الإدارية. وأنا بتأسف اسمع الأحاديث اللي حكيت كلها. وبالعلامة أنا امبارح كنت موجود بمباراة نادي الحكمة، يعني أنا كنت بفتكر حالي موجود بسكنة عسكرية لأنه ناس بعرفها وما بعرفها مرافقين بالملعب وسلاح برات الملعب مثل كأنه رايحين نحرر القدس أو طالعين نحرر الجنوب. يعني شيء مؤسف عم بياخدوا عم بفوتوا النادي بكل هالشغلات. وأكتر من هيك، بعد ما كل شيء صار وعملوا الهجوم علي، ما كنت حابب مشاكل نادي الحكمة تظهر للعلن. بدرت لأكتر من مرة ورح سمي مع مين قمت، مع جوزيف عبد المسيح، مع بير جهاد، مع بودي معلولي، مع رئيسنا الفخري اللي منفتخر فيه بير عصام، مع سيدنا، بقيت على تواصل انه هيدا الموضوع ما لازم يظهر، ما لازم غسيلات نادي الحكمة تظهر للعلن. نادي الحكمة اهم من انه نفوت العالم بمشاكله. نادي الحكمة خلق البسمة على فترة سنين طويلة بقلوب كل اللبنانيين. نادي الحكمة حط الباسكتبول على الخريطة العربية والآسيوية. لازم نحن نخلص مشاكلنا بقلب نادينا. ما في تجاوب، ما في تجاوب. يقولوا لي المعركة انتهت. أي معركة؟ أنا عم صارع مين بنادي الحكمة؟ للأسف وصلت الأمور لحد ما هي، وصلت الأمور لحد ما هي، لأنه أنا برجع بقول الأمور وصلت لهون. وأنا هيدا أكبر سبب للرجوع عن استقالتي، لأنه اعتبرت استقالتي عن نادي الحكمة هي تسليم الأمانة لأشخاص ما بيقدروا يهدوها للأمانة. أوكي، كمان في بعض النقاط اللي اتطرقوا عليها، إنه تحت الضغط ما حدا يجي صوبنا.
عن جد بدي أعرف مين عم بيحط ضغط على مين. لجنة إدارية انتخبت فيها تزوير، تقدم دعوة فيها، جمدت اللجنة، طلع الحكم بمحكمة الأساس بتجميد اللجنة الإدارية لحد ما يطلع الحكم النهائي. مين عم يتحدى مين؟ مين مقدم أكتر من مين بنادي الحكمة؟ ليه ما بتستقيل اللجنة وبتجي لجنة إدارية جديدة بتضم كل الأطراف؟ شعارنا اللي حكيناه من أول يوم، الإنسان اللي آمن بنادي الحكمة وديع العبسي مع القوات اللبنانية مشكورين بالدعم اللي عم بيقدموه، ليه ما بيكونوا اتنيناتهم؟ ليه بدنا نفكر من منظار سياسي؟ ليه ما بدنا نفكر من منظار رياضي شريف نزيه لنادي قدم كتير للرياضة اللبنانية؟ هيدا اللي ما عم بقدر افهمه. كل الوقت في ضغط علينا وفي تهديد وفي وعيد، بس مين قدم دعوة ومين هدد ومين هدد مين؟ اتطرقوا لموضوع كتير مهم، وهيدا هيدا اذا بدكم دقني بصميم قلبي، لما قالوا نحنا ما بتفرق معنا نربح او نخسر، اوكي، اللي بيهمنا انه يكون في نادي متماسك مع بعضه. مين هو اللي عم بيقول نحن عملنا فريق تنربح؟ نادي الحكمة عنده فريق قادر يربح كل البطولات فيه، ما حدا له حق يحكي باسم نادي الحكمة ويطرق مناظرات ويقول هو النادي وين بده يروح ولا وين بده يجي. نادينا انعمل تيربح، نادينا انبنى من اول لحظة تيربح بطولات ويكون موجود على منصات التتويج. بعدين النقطة الأهم اللي صارت وتركز عليها كتير، إنه ما حدا يقرب صوب الحكمة الأم أو مدرسة الحكمة. أول شيء بحب أكد إنه أنا كأليم شنطف، كرئيس لنادي الحكمة المجمد حاليا، على تواصل مستمر مع بير عصام رئيس مدرسة حكمة الأشرفية والرئيس الفخري للنادي، ومع سيدنا المطران بولس مطر بكل التفاصيل اللي عم تصير. وبالعكس احترامنا للنادي وللمطرانية أكبر بكتير من اللي قالوه. نحن موجودين بقلب النادي ونحن حياتنا كلها مع رئيس الفخر تبع نادي الحكمة وسيدنا المطران. لا بل أكتر من هيك، نحن كل الألقاب اللي ربحت بنادي الحكمة كانت عم تتقدم لسيدنا بعد ما نحرزها. وإذا هني عم بيقولوا هالقد ولائهم للمطرانية ولا بير عصام، يروحوا يجتمعوا مع بير عصام ويلاقوا حل، يقدموا استقالتهم عند بير عصام لحتى نخلص هذا المشكل ونطلع بحل منيح للكل. أنا بأكد أنا بحب أكد إنه أنا عندي كتير محاضر جلسات وأوراق وتفاصيل ما رح أبرزها اليوم. هي بتقدر تثبت كل كلمة عم بقولها اليوم، كل كذبة انحكت وكل تحوير للحقيقة انحكى. أنا بأكد إنه عندي إثباتات موجودة معي، إن شاء الله معوز إنه ابرزها بالوقت اللاحق. بس بدي أكد شغلة واحدة، انه اذا هني عندهم محبة للنادي وبدهم الفريق يكفي وعندهم استعداد، الايد ولا يوم توقفي تنمد انه لاقي حل لهيدا النادي، لنادي الحكمة ليكفي بطولاته. بأكد انه حلم إليم شنطف بنادي الحكمة ما بيخلص ولا حدا رح يقدر يوقف له اياه، ومستمرين بالنادي لاخر الطريق، ورح نضل بشعارنا الأساسي وبالعنوان العريض تبعنا. بدنا كل الأطراف بنادي الحكمة، كل الأطراف اللي ساهمت بانطلاق النادي وكفت انطلاقته. وشكرا.
إذا كنا مع المؤتمر الصحفي لإليم شنتف رئيس نادي أو الحكمة أو الرئيس المساقي لنادي الحكمة. حسب كل فريق للأسف وصلنا بنادي الحكمة لأمور شبه مستعصية، في طرفين عم يتنافسوا مع بعض، ونتمنى أنه الأمور تنتهي على خير، ولكن من بعد المؤتمر الصحفي بعتقد أنه رح يكون في رد آخر. بلشت الاتصالات توصل حول هذا الموضوع، نتمنى أنه الأمور تهدى بنادي الحكمة، يقدر الفريق يعمل نتيجة جيدة بالفاينل فور مثل بقية الفرق، وحتى أيضا نتمنى انه البطوله تكفي على خير وسلام ببطوله لبنان بكره السله. هذا كان كل شيء، تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع ومواضيع اخرى من تبع الليل المساء بنشره الاخبار. الى اللقاء.